What's her name? Namorata. Namorata. The skin. Wow. From which country is it? This animal, the red milkshake. The name is Red Milkshake, found in Amazon forest. Red Milkshake found in Amazon, but now it's holding my hand like this, and no I'm scared. Problem. No, no, fine. Enough, enough. Bye, Emorata, bye. ميان اتخلصت من نيموراتا علشان تكمل رحلتها بسلام، والحين بتاخذ جولة في مركز الحفاظ على الحياة الفطرية في إمارة أبوظبي، واللي بيحمي عالم من الكنوز الطبيعية للأجيال الجاية. وعلى فكرة البرنامج هذا يقدر أي حد من العالم أنه يكون جزء منه. أنا بحب الطبيعة جداً جداً وبقدرها، وأكتر مكان بحس فيه بالراحة والسكينة لما بكون في مكان فيه خضار وفيه حيوانات زي دي. فأنا بحاول على قد ما أقدر أني أحافظ على البيئة بأن أنا مثلاً ما استخدمش بلاستيك كتير، لأن البلاستيك زي ما أنتوا عارفين بيضر الحيوانات جداً اللي في المية واللي برا، وبيضرنا إحنا عموماً. فبحاول على قد ما أقدر أبقى جرين، أجو جرين عشان نحافظ على الحيوانات الجميلة دي. بياكل خاص، بيعمل دايت.